من وحي موسم العيد وراس السنه اكيد قرب. اليوم رندا خصصت هالحلقه لدبس او ماكولات سريعه ممكن نحضرها لراس السنه اكيد صحيه. بونجور رندا. بونجور تينا. كيف الحال؟ كثير منيحه. قبل ما نبلش بالدبس بدنا نذكر بمسابقه دايرايت لانه مستمره. اكيد اليوم نهار ثلاثه عنا رابح. عنا رابح أو رابحة. اليوم عنا رابحة. كان سؤالنا أي في كالسيوم أكثر، هل هو الفاصوليا أم العدس؟ وأكيد الجواب هو الفاصوليا الحمراء. رابحة فانيسا بشعلاني. فانيسا بدك تتصلي على أرقام بيري لايت هيلث سنتر لتكوني عم تاخدي مأكولات اللي هي مثل ما أنت بتحبيها ومأكولات منيحة كتير لصحتك، وإذا بدك تضعفي بتساعدك لتكوني عم تضعفي من هلأ لأسبوعين. حلو. اليوم تينا بلشنا الكومبيتيشن الجديدة ببيري لايت، وهو سؤالنا له علاقة بالكستنة. بلشنا نحكي على الكستنة، أي في فيتامين كي أكتر، هل هو الكستنة أو البندق؟ كاستنا أو البندق فيه أكتر فيتامين كي. مشاهدين ببلشوا كي فور كاستنا. ما بعرف كاستنا بالسي بتنكتب، بدنا نشوف. فإذا مشاهدين بدهم يجيبوا على الفيسبوك بيجز ام تي في الايف أو ار دي اف رندا دنيا فهد أو بيري لايت هيلث سنتر، وما تنسوا تتابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد. خبريتي اليوم كمان من وحي الأعياد تينا، خبرية العلاقة بجبنة البارميزان. فاليوم بدي أحكي عن بأرتيكل قريته حبيته عن جبنة البارميزان اللي هي بنشوفها مش بالكياس مفرفطة، معمولة بالويل بالقالب بالكامل. فهيدا القالب وقتها هو عم ينعمل بهيدي الجبنة عم يتحول للاكتوز للاكتيك أسيد. فاللي بدي أقوله أنه جبنة البارميزان ما بتحتوي ابدا لاكتوز لانه كلها بتكون تحولت للاكتيك اسيد. هذا اللي عنده مشاكل باللاكتوز. او البارميزان ما فيها ابدا لاكتوز أبداً. في بعض الاجبان يمكن تحتوي شوي أوكي. ولكن هون ابدا ما في لاكتوز. هيدي شغله. الشغله الثانيه انه هي كثير كثير عاليه بالبروتينات. فكل الاشخاص اللي هن بيعتمدوا على على رجيم البروتين كتير مهم انه يكونوا عم ياخذوها، وهي منا كتير عاليه بالدهنيات. هيدي شغله. الشغله الثانيه اللي كمان بدي اقولها انه كمان البارميزان بتحتوي على البروبايوتيك افكت، فهي بتساعد البكتيريا جيد تكون عم تشتغل بالجسم. كمان شغله ثانيه بيساعد على الهضم وبيساعد المصران. والله منا قليله كتير مهم. ما كتير بنحكي عنها للبارميزان بهالطريقه. فكمان هون هيدا بدنا نقول انه هي بتحتوي الفيتامينز والمعادن المجتمعة كرمال تقوي العظام. بتحتوي على موانع التأكسد. فإذا كالسيوم عالي بالكالسيوم. كالسيوم كتير كتير عالي فيها. ففيها الكالسيوم، فيها الفوسفورس اللي هن كتير عاليين. فإذا فيها المنغنيز كمان اللي هو عالي. هون بهالأعياد فينا كتير نستعمل جبنة البارميزان لعدة طبخات يعني. ونضيفها لعدة طبخات. فهون تجي هلا يمكن بالأكل ما كتير بنستهلك منها كميات، بس مثل ما قلت إنه خارج رأس السنة صار فينا نفكر نقصها مكعبات وتسناك اون. 100%. هلا شو فيها كالوريز تقريبا؟ فينا نعرف هيك فكرة سريعة. ايه هلا هي تينا وقت عم نحكي نحن على ال 45 جرام اللي هي الحصة فيها تحتوي تقريبا على 120 وحدة حرارية. 45 جرام قد ايه يعني تقريبا؟ 45 جرام هي كيوب كبير قد هالتوست الخبزة تقريبا. هيك 100% 100 و تقريبا بال 120 كالوري. فهون هي حدة، ما حدا بياكل هالقد. اكزاكتلي ايه. حدة. فإذا برشتيها وعم تحطيها بالسلد ما رح يطلع لك أكثر من مزبوط. هيك. إذا قصيتيها كثير رقيقة كمان رح يطلع لك هالقد مش أكثر وقتها عم تاخذيها. بتعرفي هلا صار في القوالب اللي بتحطي جبنة عليها وبتبرميها كمان. عم تنقص كثير كثير رفيعة. دايما نصيحتي بالجبنة الصورة رفيعة هيك بتحسوا حالكم عم تاكلوا كثير كمية كبيرة. اليوم لكنا عم نحكي عن الدبس اللي هن كناية عن مرهم فينا نقول منغطس فيه خضرة خبز كراكرز. مزبوط. نحن فينا نعمل هيك وفينا ميلة تاني. هلأ بتشوفي كيف فينا حتى نحن عم نعمل الساندويتشز لأنه هول بدهم يبقوا عنا. ففينا بعدين كنا عم نحكي الساندويتشز نحطهم سبريد كتير كتير طيبين. رح بلش بأول وحدة اللي هي اسمها جينجر بريد تشيز كيك دب.
فاذا نحن من الاسم رح نحسها كثير كثير ثقيله، ولكن شوفي مقادير شو هيني. اول شيء جبنا الجبنه اللي هي بتنمرغ سبريد تشيز، جبناها لايت هون موجود منها. بعدين حطينا العلبه اللي هي تقريبا 225 جرام. رجعنا بعدين اضفنا لهالشيء اللبن، فاذا عندي لبن هون نص فنجان لبن، اوكي، وكمان مثل ما بنشوف هون اضفنا الحليب. فكمان هون رح احط نص فنجان حليب، وحتى كمان زيد بالطعمه حط ملعقه كبيره من الدبس، دبس الخروب اللي بعد شوي اذا بدي احكي رح احكي والله. اذا طلع لي وقت رح احكي عنه. طبعا هون عم نحكي على الزنجبيل لانه هي الجينجر، فحاطين ملعقه صغيره فيها من الزنجبيل، ملعقه صغيره من القرفه حطيتهم هون على جنب، ورشه صغيره من جوز الطيب. نحن خلطناهم كلهم ليطلع عنا المزيج اللي مبين هلا وراء اسمي. سو نكهته اول شيء بنحس بالدبس، بتحسي بنكهه الدبس او البهارات الدبس، وبعدين بالجنجر. اوكي، رح تحسي شوي حلو حلو هالمزيج. هيدي خارج تتكل مع خضره. هلا انا حاطه الخضره هون، فهي منيح انه نعمل دب فيها. بتعرفي الخضره بتقصقصي كوسه، بتقصقصي الجزر، بتقصقصي الكرنب يمكن 100%. واكيد حي الله خضره نحن بدنا نحطها معه، اوقات فينا نجيب سالري. مرة كنا عم نحكي عن السالري قدامهم كمان 100% عم ندخله. اكزاكتلي، ففيك تكوني هون عم تتسلي فيها بشيء خفيف. هلا عم بحكي هون على الملاعق انا. نعم. فانت وقت عم تعملي هالدب بهالقعده يمكن رح يطلع لك ملعقه كبيره او ملعقتين. نعم. بالملعقه الكبيره هون في بس 38 وحده حراريه. واو. وكثير خفيفه وفيها 1.82 جرام من البروتينات. فاذا هون اذا انت اكلتي ملعقتين تقريبا طلع لك اكثر من 3 جرامات ونص من البروتين. حلو. وانت قاعده وعم تاكلي شيء مهضوم وبسلي وطيب. اكزاكتلي. حلو. هلا لانتقل هون حتى ما نقول انه الوقت دهمنا، لاحكي على ثاني دب اللي هو انا عامله فيه بيستو. هلا بيستو دائما بنفكر حبق وبارميزان. نعم. بنفكر صرنا مع الوقت بقدونس نحط له ونعنا. اليوم عامله البيستو بالادمامي. اها. فإذا ورجينا الكاسة شوي. فهيدي الكاسة اللي نحن طالعين. واو. بغش؟ وكتير كتير طعمته طيبة وكتير كتير صحي. فهون عندي كوب ونص من الأدمامي مثل ما نحن مسلوقة دي 100% مسلوقة شوي مملحة. عندي البزر دوار الشمس، عندي ربع كوب من بزر دوار الشمس، دقة حصين من الثوم فيها، وطبعا كمشي من الحبق. دايما الحبق بده بيعطيها النكهة السبيسيال وبتذكر بالبستول. اكزاكتلي. الملح والبهار، وعندي لهالك كمية كلها بتاخد ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. أوكي. طبعا هذا كله عم ينمزج يعني. هني ما في بارميزان ولا صنوبر مظبوط. فهوني بدل الصنوبر نحن استعملنا البزر وما استعملنا بارميزان، لأنه دايما بحب الأشخاص اللي هني فيجن ما بيأكلوا أبدا أجبان. بحب كون عم بعمل لهم شيء سبيسيال لهم، فهذه كانت سبيشال. هلأ هون عندك الحصة فيها تقريبا بتحتوي على 90 وحدة حرارية. فإذا هون أعلى شوي الوحدات الحرارية من وراء الزيت؟ من وراء الزيت هون. من وراء زيت جاي من مصدرين تينا، البزر. من ملعقة زيت ومن البزر. كمان بتحتوي على 4.8 جرامات من البروتين. واو. من وراء الادمامي اللي عندنا اياه، فكمان هون كمية بروتين عالية، و 1.73 جرام من الألياف. فإذا ليش عم بحكي هون سبريد؟ يعني هون كمان فينا نعملها دب. في عالم يحسوها لا شوي حدي لتكون دب، فينا نعملها سبريد على كل الساندويتشز اللي نحن بناكلهم. ففيها الطيب. فينا نعمل نحن خضره نحطها بالفرن نكون شاويينها، كل انواع الباذنجان، الكوسه، القرنبيط الى اخره، وساعتها نعمل ساندويتش نحط سبريد من بيستو الادمامي، ونكون عم نحط هالخضره فوقها. كمان فيجيتيريان ساندويتش 100%. عظيمه. كثير حلوين هالافكار. لكن اول وحده كانت الدب دخلها دبس الخروب اللي مصر. هي فكرة كثير أوريجينال مع اللبن والحليب والكريم تشيز، والثانية هي الإدمامي مع يعني بيستو إدمامي 100%. لكن تينا اليوم هيك حبيت أحكي كلمة عن الدبس. العالم كثير بتسألني عنه.
اللي بدي أقوله أنه الدبس إذا بدي أقارنه بالسكر أكيد نعم. الدبس هو صحي أكتر من السكر، لأنه الدبس في كالسيوم، بيحتوي على كالسيوم، بيحتوي على منغنيز كمان، بيحتوي على فوسفورس، برجع بحكي، لأنه هولي كلهم بيقدروا يفوتوا بقلب العظام بيقووا العظام، فإذا هو في يكون من ميلة عم يقوي العظام. ولكن اللي كمان بدي أقوله عن الدبس أنه هو بيحتوي السكر، فإذا أنا بدي أقارنه بالسكر لا مريض السكري، أو بدي أقارنه لشخص عم يعمل رجيم عم يخفف السكر، هي الملعقة تعادل ملعقة السكر بالنسبة للوحدات الحرارية، ملعقتين منه تقريبا كبار بيحتوي على 116 وحدة حرارية. هلأ أوقات نحن بناخد الدبس نعمله مع طحينة، نعم نكسره. وقتها نكسره بالطحينة هيدا شيء أحسن لمريض السكري، حتى الجسم ما يكون امتصه دغري بسرعة ويكون على السكر عظيم. بسرعة، ولكن دايما بدي انتبه للكميات فيه. Thank you رندا، أفكار كتير مخدومة اليوم لجلسات البيت، إن كان عيد رأس السنة أو عيد الميلاد. رح ناخد بريك ومنكفي باقي فقراتنا.